والصراحه انا ما كرهتش داك الشيخ، والشيخ يتصالحوا ويجمعوا علينا ويطويو كاع من هذا الشيء هذا. غير هي الصراحه في رمضان تدي شويه ناقصه، اما الشيخه راه مال الشيخه. في مطيشه دايره 400 راه ماشي تولي شيخه، راه كتولي السكرتيره ديال الشيخه. حتى الشيخه فين واصله؟ راه طالعه للطوندونس. واش كاينه شي دكتوره د القلب طالعه للطوندونس؟ راهي الشيخ. بصراحه انا الشيخه، انا الشيوخ تنحبهم، الشيخات كنبغيهم. على زعما ما كنديروش هذا الشيء في الشهور الاخرين، وكنجيو حتى للشهر ديال رمضان وعاد كنديروا بحال هاد الافلام. الدراري الصغار دابا اي حاجه شافوها كيبغيو يديروها، يعني اي حاجه شافوها كيبغيو يقلدوها. كتقول لي ماما شوفي ما كرهتش انا فاش نكبر نولي شيخه، تاي انا باش نشد الفلوس، تاي انا باش نصور الفلوس. السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان مبارك سعيد، نتمنى يا ربي رمضان يدخل عليكم بالصحه وبالسلامه وبطولة العمر. جيت نهضر على واحد الفيلم اللي هو ديال ديك الشيخه اللي داروا في التلفازه. بغيت غير نقول بان شتو دايرين عليه الناس ضجه في التواصل الاجتماعي، وتهضروا على ديك الشيخه وداك الشيء. وقلت علاش تاينا لاحظت واحد الملاحظه، وقلت اللي هو هذا شهر العبادة، علاش لي ما بنادم ما يتفرج في شي حاجة اللي تفيدو تكون احسن؟ يعني انا بنتي براسها تتفرج وكتقول لي يا ماما تشوفي ها انت الناس، هيا الشيخة شوفي كي دارت وشوفي كي ولات وشوفي كي. وبديت كنتفرج لقيت داك الشيخ ياسين اللي هو كلامه على صح، يعني اي حاجة قالها صراحة يعني هدرتو اللي هي لقيناها في الصواب. يعني هذا شهر العبادة وشهر المغفرة وشهر الصلاة وشهر شنقول لكم اخوتي، ما بقينا تنفهموا حتى شي حاجه والله القسم. الصراحه كنكون كنتفرج انا وبنتي باقي صغيره عندها دابا 9 سنين، كتقول لي ماما شوفي ما كرهتش انا فاش نكبر نولي شيخه، تاي انا باش نشد الفلوس، تاي انا باش نصور الفلوس، شوفي يا ماما هذه كي دايره هي وبنتها، شوفي كي دايره هي يعني بصراحه احنا ما نكرهوش يديروا لنا برامج دينيه، برامج افلام اللي يكونوا العبره. راه اي فيلم كنتفرجوا فيه في التلفازه كيكون العبره. انا اي فيلم شحال من حاجه تنتفرج فيها كتكون في الصميم، يعني اي حاجه راه تنقلدوها احنا المغاربه. اي حاجه ملي كتعمقي في الموضوع كتكوني كتفرجي في شي حاجه كتعمقي في القصه. والصراحه اش نقول لكم البنات، هي قصه بصراحه زوينه، ولكن في نفس الوقت بنادم خصو بالنسبه لرمضان ما خصناش نتفرجوا في هاد البرامج صراحه. الله بصراحه هي كاين 12 شهر، ما كاينش غير الشهر ديال رمضان. على زعما ما كنديروش هاد الشيء في الشهور الاخرين، وكنجيو حتى للشهر ديال رمضان وعاد كنديروا بحال هاد الافلام، عاد كنديروا بحال هاد ما نكذبش عليكم. كيفاش نوصل لكم الميساج ما عرفتش، اللي هي هذا شهر المغفره وشهر الصيام كيف قلت لكم، اللي بنادم خصو يتفرج في شي حاجه اللي تفيدو، ماشي شي حاجه اللي الدراري الصغار دابا اي حاجه شافوها كيبغيو يديروها، يعني اي حاجه شافوها كيبغيو يقلدوها، تيبغيو يهزوها، كيبغيو ينتجوها، كيبغيو فهمتوا. راه هادشي علاش كنتمنوا من الله ومن هنا للقدام تكون شي حاجه اللي هي تفيدنا وتفيد الوطن ديالنا وتفيد الدراري ديالنا وتفيد البنات ديالنا. وهاد الجيل هذا طالع مجهد تبارك الله، طالع صاروخي، كنتمناو يديروا له شي حاجه اللي تهدو ماشي اللي تزيد تبين له وتحلو عينيه. والصراحه نضره لي واخده على شيخه، شيخه هي راه زوينه الصراحه، عاوتاني هضروا علينا واجب علينا. الشيخه راه تتكون في شي عرس راه تتنوض فيك الهوايج. غير هي خصنا في رمضان ما يديرولناش الحماس هكا تنوليو نتهاوشو. اما الشيخه، الشيخه راه وعادي، الشيخه راه كما قالت الشيخه طراكس، راه الشيخه بحال الطبيبه راه تداوي لك القلب. راه ملي كتبداي تفرجي في الشيخه راه قلبك تيديروا الرياضه غا بوحدو، كتبداي حاله فمك وجالسه تنشطي وتشطحي مع راساتك وتغني. غير هي الصراحه في رمضان تدي شويه ناقصه، اما الشيخه راه مال الشيخه. انا براسي ديك ما كنتش مجوجه وعندي الاولاد راه نقدر نولي شيخه على هاد العالم اللي ولينا عايشين فيه. مطيشه دايره 400 راه ماشي تولي شيخه، راه كتولي السكرتيره ديال الشيخه. ماك بغاتني الشيخه ديني ندير لها غير الحزام، ما نكرهش والله ما نكره الشيخه. دابا انت الشيخه فين واصله؟ راه طالعه للطوندونس. واش كاينه شي دكتوره د القلب طالعه للطوندونس؟ راهي الشيخ.
الشيخة دابا راه علام ولات الشيخة، كانت الشيخة شحال هادي في ايام جدودنا والعياطو، اما دابا تبارك الله الشيخة ولات بريستيج، دابا الشيخة ولات غير بالقفطان المحلول، كاع ما بقات كدير المضمة، شحال هادي راه الشيخة غادا وكتطور، كي هي كي البريستيج ديال الماكلة، كي البريستيج ديال الشعر، ديال الضفران، ديال والله بصراحة أنا الشيخة، أنا الشيوخ تنحبهم، الشيخات كنبغيهم، علاش؟ أنا براسي شي مرة ما تيكونش رمضان، الصراحة راه دين ودنيا، يا شوية هكا وشوية هكا، ما تتكونش رمضان تنحلف أمي في التلفازة قسما بالله تنقص غير ساعة، بزاف ديال الكومنتيرات غيجيوني يبداو يعايروني يقولوا لي يا سيري اتقي الله، وراني متقي الله، غير هي كيف قلت لكم الشيخة تاهي راه عندها عندها هيبة تاهي، راه فاش كانوا تيجيبوا تبارك الله دوك الربعة الشيوخ تتكوني في شي عرس والله تا غير الدراري كتكون شي من الصبرة وتيجيبوا شي ربعه ديال الشيخات ولا ثلاثه الشيخات، اه والله ما كتلقى فين ترمي لي بره ما تلقايش منين تدوزي، علاش؟ حيت سمعوا الشيخه جات، الشيخه هي عندها قيمه، راه كنحترموا الشيخات كاملين ديالنا دي المغرب، وكنموت عليهم انا بعدا تنحماق على الشيوخ نكذبوا على الله، وهي بصراحة كثرة الهمة البنات كتضحك، احنا راه كنهضرو غير على الجل اللي طالع عندنا، احنا راه طلعنا بعقلنا، واخا كيما بغى يكون الحال كان الفقر وكان كنا تربينا مع والدينا كنا ما تلقاوش حتى صندالة نلبسوها، ولكن دابا هاد الجيل هذا تتعلق لك في كسوه كدا كسوه، ومني كتفرج كتبغي تقلد، يعني انا عندي البنت صغيره فاش كتفرج في شي حاجه كتبغي تقلدها سبحان الله، يعني باش ما تقولوش بان راه قالك هضروا علينا واجيو علينا، هي راه في رمضان ما خصناش نتفرجوا في هذا الشيء وما خصوش يكون كما قال الشيخ ياسين، ولكن في نفس الحالات كيف قلت لكم انا ماشي ضد حتى شي شيخه ما ضدها انا، لحقاش كله وربي فين مقسم له ياكل داك الطريف ديال الخبز ديالو كله وكيف كياكلو، كاين اللي كياكلو هكا كاين اللي كياكلو هكا، وراه هذه هي الحياه وهذه هي الدنيا وهذا كيف غادي الناس، لا انا من انا مش انا ماشي ضد الشيخ ياسين، بالعكس انا الشيخ ياسين عجبني داكشي اللي قال، ولكن الناس اللي ناضوا ضده يعني كله والتفكير ديالو كله والاراء ديالو، كيف قلت لكم دابا انا ما ضد حتى شي واحد، انا الشيخه ماشي ضدها، ولكن هي في الشهر رمضان اللي هو بنادم ما يبقاش راه هادشي باش هادشي باش كيتلاها الدين ديالنا، ملي كتفطري تبقاي حاله فمك في الشيخه يعني راه مشى لك التراويح مشى لك الصلاه مشى لك، كتقولي عندي سالي الفيلم كتنوضي فهمتي يعني فيلم ما انا ما غادي الا جيت نهضر بزاف يعني ديال الهضره، اللهم كنتمنى الميساج يوصل ويوصل على قد يعني الا جيتو تلاقيو شويه الكلمات راه غادي تعرفوني على من تنهضر، وكيف قلت لكم الناس اللي هما يعني ضد ديال الشيخ ياسين يعني قلت لك راه كل ربي خلق وفرق كله وكي كيفكر، يعني انا نقدر نفكر بان ديك الكلمه ما خصهاش تكون او نفكر عاوتاني ديك الهضره خصها تكون، يعني هضروا علينا واجيو علينا، هادشي علاش كنقول بان ما خصناش ننتقدوا بزاف وما خصناش عاوتاني نجيو مع داكشي بزاف، يعني خصنا هكا وهكا، يعني خلاها المصري نص سينوس، ايوا حيت في رمضان عاد كيديروا الافلام، اما من غير رمضان يعني ما كايناش شي حاجه، كاينين دوك الافلام اللي تيديروا كيف شتي كيديروهم مع في العشيه يعني كيتبعوهم الناس كيتلهاو على شغلهم، انا ما تنتفرجش في التلفازه كاع، انا كيف قلت لكم الا بغيت ندير تندير شي مره كيف قلت لكم هكا الشيخه تنتفرج فيهم شي فيديو مثلا تضحكني شي، اما رمضان انا ما كنتفرجش في التلفازه كتفرج فيها بنتي، بدات هي اللي بدات جابده لي هذا الموضوع ديال الفيلم ديال الشيخه اللي بديت كنقول لها ما تبقاش تفرجي فيه، دابا رمضان هذا بنادم يرجع بحالو اللور، منين يدوز رمضان ولك الاختيار، يعني راه بنادم ما غاديش تدخلي له في عقله، راه الا جينا نهضروا بزاف يعني ديال الهضره راه كاينين شي حوايج غيقدو يضروا الناس، اللهم كل ويدير داكشي اللي تيقول له راسو، والناس اللي كينتقدوا ولا انا عارفه غيقول لك لا علاش قلتي الشيخه بحال الطبيبه ولا هذه، الا راه كل ما كانتو راه كي الاستاذ كي المعلم كي التلميذ كي ماشي كلشي بحال بحال، يعني كله وعنده مرتبته، الطبيب عطيه الله واحد الموهبه ديالو، الدكتور عطيه الله واحد الموهبه ديالها، الشيخه حتى هي عندها واحد الموهبه ديالها، يعني كل واحد عنده واحد الموهبه ديالو، يعني ما خصناش نبقاو نحكموا على الناس بزاف، وداكشي كيبقى يعني مع الوقت كل واحد تيدير داكشي اللي راه كيقول له راسو، والصراحه انا ما كرهتش داك الشيخ والشيخه يتصالحوا ويجمعوا علينا ويطويو كاع من هذا الشيء هذا
ومدبر وحاكم وكله، وغيتعلق من كراع وراه غدا امام الله. انا ما غنعس في قبرك، انت ما غتنعسي في قبري، فاش غنكون انا في الحساب والعقاب ديالي؟ ما غيكون حتى شي واحد معايا، غنكون انا بوحدي، انا اللي غنكون كنشوف وجهه بوحدي. والله يسمح لنا ويتجاوز علينا يعني كله، وكيف قلت لكم كله وتفكيره كله والضمير ديالو. بنادم ما يبقاش يطلع ينتقد الناس بزاف، وحنا المغاربه ما تنشدوش يد في يد، لا كنحاولوا نبعدوا على بعضياتنا بزاف. راكو كنا يد في يد، كره حتى شي واحد ما خصو شي حاجه في هذا المغرب، كره كنا متضامنين، كنا يد وحده. راه بحال هادو راه مستحيل يجلسوا هكا، ضروري ديما هادو ها مفاجين على بعضياتهم. اما كو كانوا هكا راه ما عمرو ما يبردوا، ما يدخلش الريح بيناتهم. هادشي اللي تنقصد اخوتي، ويعني وكل ولاه الاختيار ديالو، الله يهدي ما خلق. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.